اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه سطات، بالضبط بعض المحلات التجاريه المخصصه لبيع هدايا مناسبه عيد الحب. ما اننا على موعد مع هذه المناسبه، باقي لنا واحد يومين او ثلاث ايام على هذه المناسبه. هنا جينا ناخذ تصريح بعض تجار او اصحاب المحلات التجاريه المخصصه لبيع الهدايا. السلام عليكم. السلام عليكم. نتوما ناخذ تصريحك انت على الاول، انا بغيت نشوف هو كي صاوبت لك هادو، داكشي علاش غادي غير. شكرا لك. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. دايرين شويه غادي الحمد لله. الله يبارك فيك. بغيت نسولك كيفاش كدوز عندكم الاجواء ديال هذه المناسبه؟ يعني نورمالمون كانوا في الايام العاديه، في الايام العاديه كيكون اقبال ولا ما كيكونش اقبال، ولا كيفاش يعني شنو الفرق بين الاعوام اللي فاتت وبما اننا كنعيشوا في اجواء ديال كورونا؟ اول شيء هو كاين فرق كبير بين اول شيء كاين فرق كبير بين هذا العام والاعوام الماضيه. شنو الفرق اللي كاين؟ الفرق هو القدره الشرائيه ديال المواطن ولا ضعيفه بزاف، واحد الشكل زعما يرثى له بهذا المعنى هذا، بحكم ان الظروف شويه ما كانتش مساعده للناس، وحتى لا بليبار ديال الناس فقدوا العمل ديالهم، وهذا كان من الاسباب ديال الضعف القدره الشرائيه ديال المواطن. شكون اللي كان كيكون اكثر واحد كيقبل على الهدايا؟ واش الاناث ولا الذكور؟ البنات ولا الدراري؟ واو بجوجهم. شنو نوع الهدايا اللي يعني كيكونوا اكثر مبيعا؟ الانواع ديال الهدايا كاين بزاف، كاين العطور، كاين لي زاكسسوار بحال الساعات، بحال الخواتم، كاين بزاف 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 عليهم. كاين ديكورات ديال الحب، كاين بزاف كيكونوا بزاف، كيكون اقبال. مقارنه دابا حنا في ظل الجائحه ديال كورونا كاين شويه قليل. وي الاقبال ضعيف. الاقبال ضعيف مقارنه مع السنوات الماضيه، مع الحياه العاديه اللي كنا كنعيشوها. مع الحياه العاديه اللي كنا كنعيشوها. بمناسبه عيد الحب، شنو رايك انت في كعيد؟ واش غادي نقول لك؟ هو عيد، انا بالنسبه لي انا ملي تنعرف نقرا راسي تنسمع، ما كنتش كنسمع بعيد الحب، ولكن في هاد العشر سنين الاخرى وليت كنسمع بعيد الحب بزاف. واش غادي نقول لك؟ هي مناسبه كنسترزقوا منها حتى هي فوالا، الله يصوب الجميع والله يبعد لنا هذا الوباء. امين امين. شكرا لك. شكرا على تصريحك. شكرا. ناخذ التصريح ديال الاخ نور الدين. اخ نور الدين انت صاحب المحل، مرحبا. شنو شفتك انا كتصايب في واحد الهديه؟ هديه داو الهدايا شويه، ماشي بزاف، ماشي بحال الاعوام اللي فايته. ماشي بزاف. ماشي بزاف. كيفاش داير الاقبال على هذا العيد؟ اقبال ضعيف شويه مقارنه مع الاعوام اللي فايتين، كاين اقبال ضعيف شويه، ما كاينش ذاك الاقبال اللي مال. اقبال ضعيف الحركه. بالنسبه لهذ الاوضاع اللي كاينه وهاد الامراض وهادشي اللي كاين، الجائحه اللي كنعيشوا شويه الناس ما بقاوش كيفكروا في كيفكروا في شي حاجه اللي اهم من هادشي، فهمتي؟ هادشي دابا راه شنو كتكون غالبية ديال الفئة العمرية اللي كتقبل على هاد الهدايا؟ شحال تقريبا؟ تقريبا كاين من 16 عام حتى 38 40 كيكون إقبال شوية. من طرف شكون؟ النساء أكثر. النساء أكثر. شنو تقريبا الهدايا اللي كيقبلوا عليها بزاف؟ كاين العطور، كاين بالنسبة للنونوسات، كاين الساعات، كاين النقرة، فهمت؟ نعم. كله الاختيار ديالو، كله الذوق ديالو، كله اش كيبغي. ما قلتيش هي الهديه لمن صاوبتي؟ يعني هذه لواحد السيده بداتها صاحبتها، ماشي صاحبه ولا شي حاجه، صاحبتها. برافو. ماشي بالضروره يكون من شخص، من البنت الولد. خداتها بمناسبه عيد صاحبتها. يعني كاين 20 درهم عطاها خالي وحده. يعني الحب كنقدروا نعطيوه لاي واحد، تعطيه لامك، تعطيه لخوك، لباك، ماشي بالضروره. نعم اكيد اكيد. خويا نور الدين اكيد. شكرا لك. مرحبا. شكرا على تصريحك. مرحبا. شكرا على تصريحك. نتمنوا ان شاء الله يرفع علينا ربي الوباء وتمشي الحياه كما كانت. امين. كيف ما قلنا كيكون اقبال كبير، يعني انتم كترزقوا. كاين ناس خويين عندهم انا كاين دابا الحياه الطبيعيه ديال الناس تبدلات هذا العام، تبدلات الناس ما بقاش واخد الحريه ديالها، ما بقاش بالنسبه تبدلت الحياه بزاف. بحال الحريه ديالها كيفاش؟
ودابا بحال مثلا كتسد مع الثمانية. ايه الناس كاين اللي كيتمشي خصو مع الستة ولا خارج مع الستة ولا خارج مع الثمانية من الخدمة ديالو، كيفاش غادي يدير؟ فهمتي؟ ما كاينش. حنا ضررنا بزاف. ما كتجي تسد مع الثمانية، ودابا بالخصوص دابا في شهر ثلاثة وشهر جوج، يعني النهار غيولي شوية طويل، فهمتي؟ كيتزاد النهار. كيولي الشمس باقا السبعة ولا الثمانية الشمس باقا، فهمتي؟ كنتمناو من 13 زدنا شوية في الوقت وخا حتى ل 10، فهمتي؟ هذا الشيء اللي كنطالبوا منهم. شكرا. دابا حنا الناس ضروا بزاف. سولتيني تقبل عيد الحب، الناس كاين اللي ما كيفكرش عيد الحب، كاين اللي كيفكر ما ياكل، فهمتي؟ كاين اللي باغي يفكر ما ياكل، كاين اللي ما بقاش خدام، كاين اللي الله يكون في العون، الناس بزاف ضرات. ضرات بصح. والله. إذا نتمنى يرفع علينا ربي هذا الوباء. آمين آمين. وشنو رأيك في عملية اللقاح؟ اللقاح كاين إقبال، الناس في الأول كانوا متخوفين، بالنسبة دابا كاين، أنا كنشوف الناس كاين بزاف اللقاح دايرين، كاين إقبال بزاف الناس. كانوا متخوفين. شنو الرسالة ديالك لو كنتي في من الفئة العمرية اللي خاصك تكون؟ نتلقح ما عنديش مشكل. كنتي تكون من أول الناس اللي يمشيو؟ نتلقحوا. لمراكز التلقيح؟ ما كاينش مشكل. شنو رسالتك للناس اللي باغيين يمشيو يتلقحوا ولا اللي متخوفين من اللقاح؟ كنتمناو من الناس يشوفوا السلطات راه يمشيو، ما غاديش ماشي من الدوله ما غدرش المواطنين ديالها، فهمتي؟ راه ما كاينش. يعني انت كتوجه رساله للناس انهم يمشيو. انا كنعرف ناس مشاو تلقحوا عادي عادي. كنعرف ناس بزاف صحابي وبزاف ديال الناس، بالنسبه للامن للسلطات المحليه لكلشي الناس تلقحوا عادي، داكشي كيعاودوا لك شي عادي. شي كلمه اخيره بمناسبه عيد الحب، رجعوا للموضوع. وكنتمناو نرجعوا للايام العاديه ديالنا وتكون الاجواء مزيانه ان شاء الله ويكون حيد هذا الشيء ونعيشوا مناسباتنا كيف ما كنا. مناسبات عاديين كيف ما كانت. شكرا ليك. شكرا ليك نور الدين. شكرا ليك خويا. وكنتمنى ان شاء الله تكون هذه سنه خير علينا كاملين. وكيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا، شكرا لكم على تفاعلكم وتتبعكم معنا على هذا البث المباشر بالضبط من مدينه سطات، من احد المحلات التجاريه المخصصه لبيع العطور والهدايا المخصصه لعيد الحب. شكرا لكم متابعينا مره اخرى على تفاعلكم وعلى تواصلكم، ونلتقي ببث مباشر اخر ان شاء الله.